بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها في موضوع الأحاديث القدسية، ونورد هنا واحدا منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه مسلم. في هذا الحديث الحث على إحسان الظن بالله عز وجل، والنهي عن إساءة الظن به، وأن الله يعامل العبد بحسب ما يظنه به من الخير والشر. وحسن الظن بالله تعالى من واجبات التوحيد، ولذلك ذم الله من أساء الظن به، لأن مبنى حسن الظن على العلم برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة التوكل عليه. فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله، وحمله على العمل الصالح والتقرب إلى الله. وسوء الظن بالله عز وجل بضد ذلك، يحمل العبد على اليأس من رحمة الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، فإن من أساء الظن به ظن به خلاف كماله الأقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعد الله عليه بما لم يتوعد على غيره. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال عن المنافقين الذين ظهر نفاقهم يوم أحد: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. قال ابن القيم رحمه الله: ظن الجاهلية فسر بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وبإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمجرد مشيئة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. انتهى. وإذا كان ظن السوء وظن غير الحق بالله عز وجل هو ظن الجاهلية والكفار والمنافقين، فإن المؤمنين يحسنون الظن بربهم. فقد روى أبو داود وابن حبان: حسن الظن من حسن العبادة. وفي رواية للترمذي والحاكم: حسن الظن بالله من حسن العبادة. قال الكرماني: وفي هذا الحديث إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على جانب الخوف، أي لأن العاقل إذا سمعه لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد وهو جانب الخوف، بل إلى ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء. ولكن يجب أن يقيد هذا بحالة الاحتضار. أما في حالة الصحة
فإن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء بحيث لا يغلب جانبا على جانب، كما قال تعالى في وصف خواص المؤمنين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وفي قوله تعالى في هذا الحديث: وأنا معه إذا ذكرني، حث على الإكثار من الذكر لله عز وجل بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وبالأعمال الصالحات وفعل الطاعات، وأن الله تعالى يكون مع من يذكره معية خاصة مقتضاها التوفيق والنصر والإعانة والهداية. ثم بين سبحانه أن الجزاء من جنس العمل، فقال سبحانه: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا كقوله تعالى: فاذكروني أذكركم. وفي ذكر الله لعبده تشريف له وتنويه بشأنه وإكرام له، وكفى بذلك فضلا وشرفا. قال ابن القيم: ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وفي قوله تعالى: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، حث على التقرب إلى الله تعالى بطاعته، وأن ذلك يسبب قرب الله من عبده قربا خاصا ودنوه منه، فإنه سبحانه قريب مجيب أقرب إلى من دعاه من عنق راحلته، وهو مع هذا علي على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه قريب في علوه علي في دنوه. وفي هذا أنه سبحانه يزيد عبده المؤمن تفضلا منه أكثر من عمله، وهذا كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كقوله تعالى: واسجد واقترب. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، منها وجوب إحسان الظن بالله، وأن من أحسن الظن بالله وتقرب إليه بطاعته نال منه الخير والبركة والثواب العاجل والآجل. وفيه النهي عن إساءة الظن بالله، وأن من أساء الظن بربه عاقبه وأبعده من رحمته، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وفي الحديث الحث على الإكثار من ذكر الله، وأن الله تعالى يذكر من ذكره، وأن الجزاء من جنس العمل. وقد ذكر العلامة ابن القيم في كتابه الوابل الصيب للذكر أكثر من 100 فائدة. وفي الحديث الحث على التقرب إلى الله بالطاعة، وفيه إثبات قرب الله من خلقه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.